Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the summary of this year 2014. هذا ملخص لأمور وأحداث على الساحة العربية جرت في 2014، وأريد أن ألخصها نقاط مهمة جدا. وهي النقاط في الحقيقة هي مرت في أكثرها مرت في حياتي الخاصة، ولن أفعل أو ولن أسجل أي شيء من هنا إلى مدة أسبوع تقريبا، حيث أن سكرتيرتي أو سكرتيرة ستذهب في إجازة عيد الميلاد عند أهلها في أوريغون هذه الليلة، ولن تحضر إلا الأسبوع القادم يوم الاثنين. وبما إني لا أعرف طباعة على الإطلاق لا إنجليزية ولا عربية وحتى كمبيوتر ما بعرف، ولذلك معتمد عليها حتى ترجع مشان أسجل بعض الأمور الثانية. أريد أن أعرج بسرعة على العالم العربي. بدي أبدأ من الغرب. أول شيء، موريتانيا بلاد عظيمة، وهي مشهورة بالشعر، مشهورة بالأدب العربي، وهناك في مكاتب عندها. مع الأسف لابد البحث هذه المكاتب ونشر تلك المخططات في موريتانيا، وأنا بصراحة أحب موريتانيا، ولم يحصل لي الشرف أن أزورها على الإطلاق، وإن شاء الله في المستقبل. نأتي إلى الصحراء الكبرى، هي الصحراء بقصد، اللي هي في صراع ما بين المغرب وبين الصحراء. أنا من الجماعة اللي بأيدوا الوحدة، يعني بقصد إنه الإنسان يكون ما دام الحكم عادل وحكم شريف وديمقراطي وإلى آخره، فلا بأس إنه تكون البلدان كلها تتحد، مثل ما بصير الاتحاد الأوروبي كلهم متحدين. ولذلك أنا من الجماعة اللي بأيده على تكون الصحراء الغربية جزء من المغرب. وأنا أذكر أيام ما جاء الراحل الحسن الثاني عندما حاول يأخذها بالقوة بأي طريقة، وخاصة من إسبانيا، وأنا أيدت في ذلك الوقت، وإن كان لابد من إعطاء الصحراويين حقوقه وشيء داخلي، يعني بقصد فيها يعني حريتهم، ويكون عندهم يعني سيطرة على مواردهم الطبيعية وإلى آخره. وأنا من الجماعة اللي بأيده من زمان، من عشرات السنين، إنه الصحراء الغربية تعطي منفذ إلى الجزائر، يعني حتى الجزائر يكون عندها على البحر الأبيض المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، وهذا قد يسهل من المشاكل اللي صارت ما بين المغرب وما بين الجزائر. أعطوهم منفذ يا أخي هناك على المحيط الأطلسي. والحقيقة المغرب قدمت الشيء الكثير من أجل الجزائر عندما كانت تحارب الفرنسيين وإلى آخره، ولا شك أنه عبارة عن شعب واحد تقريبا يعني. فلذلك أنا بأيد هذا الشيء. المغرب طبعا أنا بحب المغرب، وكان عندي خطيبة مغربية سابقة، كانت تدرس أنا وإياها في إسبانيا. وعلى كل حال يعني كنت بزور المغرب باستمرار، وخاصة المناطق الشمالية بسموها الشلوح، اللي هي الريف عندما كانت محتلتها من قبل الإسبان،
والجنوب كان محتل من قبل الفرنسيين. وأنا الشيء اللي أنا تقريبا من الجماعة اللي كان لا يؤيد أيام الملك الراحل الحسن الثاني، مع الأسف فتحنا جبهات مع إسرائيل، وأحد اللي من البداية طبعوا مع إسرائيل وإلى آخره. فقد لا تكون تطبيع يعني رسمي، ولكن هو أحد الأشخاص اللي فتح لنا المآسي وجر علينا المتاعب ما بين الأمة العربية والدولة الصهيونية. على كل حال أنا أعرف أيام ما كنت أروح المغرب كان هناك فقر شديد، ولذلك لابد أن تكون هناك عدالة اجتماعية. وأنا سعيد أنه في المغرب صار فيها انتخابات حرة ونزيهة والآخر. أما الجزائر فالحقيقة أنا من الجماعة اللي ضد العسكر، والحقيقة أنا أعتبر أنه أبو تفليقة ما هو عنده هالأشياء من ناحية يعني من ناحية الإخلاص، من ناحية التأييد الشعبي له. وأنا منزعج لحد الآن أيام ما كانت في الجزائر وأجوا العسكر المآسي اللي عملوها في الجزائر نفس ما عملوها الآن في مصر. فالعساكر يعني عندما يدخلوا في مكان بيخربوا الدنيا، زي ما بيقول القرآن الكريم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. أنا بجوز أطبق هذا الشيء على العساكر، ما بدخلوا منطقة العسكر إلا بينهبوا الدولة وإلى آخره، مع أنه هم دائما أهم شيء أنهم يحافظوا على البلد وعلى أمن البلد. ثم نتطرق إلى تونس، فأنا جدا من المغرمين في تونس، وأنا زرتها مرتين أيام ما كان الراحل أبو عمار واجتمعت معاه هناك. وأذكر أنه إحدى المجلات لا زال بذكرها كان الأخ صخر، هو من مخيم بلاطة، كان بألفه في بيخرجوا مجلة أو جريدة أسبوعية كان سموها بكرة بتزبط، يعني هيك يعني كأنه عبارة عن مقلعة يضربوا بكرة بتزبط. ما مع الأسف ما فيش ترتيب كان، وكل حياة أبو عمار كله أشياء كثيرة كانت ارتجالية يكون فيها، وهو يقول لك نأخذ شيء وبعدين منطالب بشيء الآخر. وطبعا أنا هذا الشيء هاي الطريقة ما بأيدها. واجتمعت فيه مرة ثانية أيام ما دخلت الكويت العراق الكويت، ورحت هناك على أساس يقدمني إلى الرئيس صدام حسين، حيث كنت رئيس اللجنة العربية الأمريكية ضد التدخل العسكري في الخليج. كنت عايز أوصل صدام حسين على أساس أبينه أنه وقعته في فخ حيدمروكم، والسفيرة الأمريكية إبريل بسموها هي شجعتكم على الدخول، وأنا كنت حابب أنه يطلعوا من الكويت وإلى آخره، وهنا حارج عليها بس أوصل إلى العراق وإلى الكويت. ثم نأتي إلى ليبيا. طبعا القذافي كان إنسان مستبد جدا، وثروات البلد مع الأسف بددها بأشياء تافهة جدا. ومع ذلك يعني أنا من المؤيدين بالثورة الليبية. حفتر فيه له تأييد يظهر في جماعة طبرق هذول، ولكن يجب أن نحترم المحكمة الدستورية اللي ألغت ذلك البرلمان. وعلى كل حال مجرد ما إني أعرف أنه حفتر يساعد من قبل هذا المجرم القاتل السيسي، ويساعد من قبل دولة الإمارات، ومن المؤيدين جدا إله اللي هي قناة العربية اللي هي عبارة أنا أعتبرها قناة سعودية، فأنا أميل إلى الأشخاص الآخرين اللي هم في داخل ليبيا، لأنه أي شيء تتدخل في مصر
هذا القاتل السيسي واي شيء تدخل فيه دوله الامارات والدوله السعوديه هذا غلط كله. الشيء الاخر كويس افضل. طبعا انا ارجو انهم يتفقوا مع بعض ويتصالحوا ويبينوا انه لابد من انه ياتوا كدوله موحده وليست عباره عن قبائل. ناتي الى مصر، ومصر طبعا نعرف مصر انه هذا الانقلاب تاع السيسي واسرائيل ايدته، والمجلات اللي بتوصلني من المجلات اليهوديه في امريكا كلها كانت تؤيد السيسي وتؤيد الانقلاب ضد محمد مرسي، طبعا بحجه انه هذا اسلاميين وهذولا أخوانة الدولة. هذا كله كلام سخيف، هي كان عبارة عن مخطط لازم يزيلوا أي شيء اسمه إسلامي، والذي ساعدهم في هذا الأمر هي ليست إسرائيل فحسب وإنما العلمانيين. وأنا الحقيقة أنزعج من العلمانيين لأنه جماعة مستبدين مع الأسف، كثير منهم ديكتاتوريين ما مثل ما بدهم أمي يحافظوا على حريتهم ويصير انتخابات حرة، لازم يسمحوا لأي واحد يدخل في الانتخابات. وبعدين الأقباط الأكثرية الساعة كمنهم مع الأسف لا يريدين خيرا إلى الإسلام، وإلى عايزين حتى يعملوا كأنها دولة. وفي كثير من الأقباط الموجودين في أمريكا بيعملوا مداخلات وشي من أسوأ ما يمكن، يعني سيئين جدا، حاقدين على مصر وعلى العرب وعلى الأمة وعلى الإسلام كله. هذا طبعا لا يعني بأنه كلهم، لكن الأكثرية الساحقة منهم، والجماعة اللي عملوا الانقلاب كلهم من أصحاب المليارات الأقباط في مصر. لابد من القضاء، ولا بد من أنه هذا السيسي يحاكم محاكمة عادلة على أساس أنه قتل الناس وظلم شعبه، والآن وعمل حصاره على غزة أكثر فأكثر ودمر كثير من المناطق القريبة على الحدود وإلى آخره. طبعا هو بذكر الشماعة إنه أساس إنه هاي الشماعة إنه هذولا جماعة إرهابيين وإلى آخره مشان يكسب عطف الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا في رسالتي إلى الرئيس أوباما اللي هي تاريخها 30 مايو 30/5/2009، الرسالة اللي بعتها إلى أوباما 80% من رسالته اللي خاطب فيها العالم الإسلامي من جامعة القاهرة جاءت من رسالتي. هذا يبين، يعني الواحد يفتح عليها في الويب سايت بتاعي drsaeed.net، وبتظهر كمان بتبين على أساس أنه أنا من الجماعة اللي نصحوا أوباما في ذلك الوقت بأنه إنه إذا صارت انتخابات حرة في العالم العربي فالإخوان المسلمين والمنظمات الإسلامية كلها حتكتسح الانتخابات كلها. لماذا؟ لأنه أنا من تصويري أنا بعرف هذول جماعة معتدلين كويسين، جماعة أصحاب عائلات، مثقفين إلى آخره، هذا معروف جدا، ويريدون علاقة طيبة مع الشعب الأمريكي. لا يعني انه بتفاهموا مع امريكا والى اخره، هذا كلام سخيف، لانه اسرائيل هي من اكبر اللي عارضوا محمد مرسي وساندوا السيسي، هذا معروف جدا. ثم ناتي الى السودان، انا من الجماعه اللي كانوا مع الاسف دقيت ناسكنا ناقوز الخطر بأنه السودان راح تنفصل، الجنوب السودان حينفصل، والجنوب السودان كل الجماعة اللي حاولوا يفصلوا عن السودان هم حقد كثير منهم من الجمعيات المسيحية والكنائس وإلى آخره، والأوروبيين والأمريكيين كله كره بالعالم الإسلامي. وأنا التقيت مع ناس سودانيين كانوا جاءوا في أواخر السبعينات مشان يطلبوا مساعدة من إيران من هذا السبيل. وعلى كل حال وأذكر أني عندما
أسسنا اتحاد الأطباء، اتحاد الجمعيات الإسلامية في جنيفا في منتصف الستينات، أسست وأنا والأخ حسن الترابي وتوفيق الطيب اللي هو من سوريا كان. على كل حال صار نوع من الدكتاتورية الموجودة بالسودان، والمشاكل اللي صارت في دارفور هي إسرائيل من وراءها، وبيحاولوا أساس يفككوا ما بين العرب وما بين الأفارقة، رغم أنهم مجموعة مسلمين بيحاولوا يعملوا نوع من التعصب أنه هذول عرب وهذول أفارقة، مع أنه هؤلاء مسلمون كانوا عايشين مع بعض في كل التاريخ. ثم نمر إلى سوريا. أنا لا أريد أن أعلق كثير عن سوريا لأنه أكبر أسوأ حكم أنا أعتقد منذ جاء الإسلام من 1300 عام هو حكم هذا المجرم القاتل بشار الأسد وأبوه قبله حافظ الأسد، ولا أريد أن أخوض لأنه هذا شيء موجود في الويب سايت بتاعتي والمشاكل اللي وجدتها أنا بنفسي. قتلوا صديق عزيز إلي كان هو من أحد اللي بيساعده في تكوين الاتحاد الجمعية الإسلامية في إسبانيا، اسمه نزار الصباح، روح اغتالوه في برشلونة. وأنا حتى منعوني في اليوم اللي أنا كنت متزوج، بدي أروح أجيب عروستي من مصمودي كانت في درعا، رفضوا أنه يسمحوا لي أجي أخذها ثاني يوم لسبب بسيط، أنه قبلها بيومين كنت بروح وباجي لأني احتجيت عليهم على الأوساخ اللي وجدتها أنا في على الحدود، خاصة المناطق اللي هي بيوت المي وإلى آخره، كلها فايضة وأوساخ كلها. فرحت على المحافظ واشتكيت عليه أنه هذا شيء مؤسف جدا، هذا بعطي صورة سيئة عن سوريا وإلى آخره، وبعدين شيء هذا ضد الصحة وإلى آخره. ووجدت ثاني يوم جاي مشان أجيب العروس بتاعتي، فإذا هو حاطط اسمي على الحدود ممنوع أدخل. وعلى هذا يعني أتصور أنه شيء بسيط وتافه وشيء لازم يشكروني عليه، مع ذلك منعوني أدخل سوريا. ثم أتي إلى الأردن. أنا أردني وأفتخر، الشعب الأردني شعب ممتاز وإلى آخره، ولكن أنا من الجماعة اللي طالبوا بالملكية في الأردن تكون ملكية دستورية تماما، يعني الملك يملك ولا يحكم، معنى أنه رئيس الوزراء يعين من قبل البرلمان. وأنا دخلت مرتين في الانتخابات في الأردن، 1993 عن الزرقاء و 1997 عن الدائرة الثالثة في عمان، هذا كله موجود في الموقع في الانترنت، موجود كله، موجود يسموها البلاتفورم، يعني هذا الحملة الانتخابية، وموجود فيها الموضوع والأشياء اللي أنا كنت بطالب فيها. وأنا أقول بدون شك على الإطلاق إنه الانتخابات في الأردن اللي أنا دخلت فيها كانت عبارة عن مهزلة، كلها تزوير وإلى آخره، ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، ولكن يجب هناك أن يكون سقف عالي جدا بالأردن. الشعب الأردني شعب مثقف وفاهم، ويجب أن تكون هناك ملكية دستورية تماما. ثم آتي إلى فلسطين، وأنا أود أن أذكر في هذا الموضوع بأنه أنا من الجماعة اللي أعتبر دولة صهيونية ما تسمى بإسرائيل عبارة عن سرطان في الشرق الأوسط، هذا السرطان لن يخمد له، لم يكن له بمعنى هدوء على الإطلاق، حتى يستمر بالعيش لابد أنه يعارض أي حركة ربيع عربي، أي حركة إسلامية، يجب أن يطالب في تفكيك سوريا وإلى آخره، يطالب بأن الأردن تكون جزء يعني على معاهدات معه إلى آخره. وهو الذي هي إسرائيل التي تأتي بكل المشاكل في داخل أمريكا هنا، حتى إنه ظلوا أيدوهم على الإطلاق. ولذلك أنا طالبت
بالأخ محمود عباس إنه يوضع الكرة في ملعبهم. هم ما بدهم يعطونا حقوقهم كلهم، تعالوا أنتوا مجبرين عن طريق اتفاقية جنيف إنه إيش تعطونا حقوقنا بما معناه، يعني بقصد إنه أنتم تكونوا مسؤولين عن الشعب، عن إطعامه، على كل شيء من النوع. خليهم يعملوا، طالبوا بدولة واحدة، دولة غير دينية، علمانية، ديمقراطية، يعيش فيها العرب المسلمين والمسيحيين واليهود في دولة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون هناك دستور واحد كما هو الحال في أمريكا. هذا الأمر أنا قدمته في اقتراح وافق عليه الحزب الديمقراطي في الولاية اللي أنا فيها، ولاية واشنطن، 3 مرات، 1990، 2010، 2012. شيء آخر أنا فكرت فيه من زمان وإلى الآن بطالب فيه إخواننا وخاصة في داخل الخط الأخضر، إنه أسسوا عبارة عن أسسوا بارتي، يعني بقصد حزب سياسي من الداخل. أنا اجتمعت وأعرف بعض الإخوان اللي هم في الكنيسة، من أحمد الطيب إلى الآخرين، زحالقة، إلى الأخ اللي عن سيدنا، عن البدو هناك، أنا اجتمعت فيهم كلهم هذولا. لكن أنا بطالبهم أن يأسسوا حزب على أساس معارض، يعني حزب تماما عكس ما هو حزب أفيغدور ليبرمان اللي هو بيقول عنه إسرائيل بيتنا. أنا قلت أسسوا ما يسمى فلسطين بيتنا، فلسطين is our home، فلسطين بيتنا. هذا حيكون الواقع كبير جدا في، وخاصة في الخارج، في أمريكا بتشوفوا الفرق ما بين جماعة يمينيين، جماعة ما جاءوا حتى عايشين هناك من الخارج، أكثرهم روس جاءوا هناك وأسسوا هذا الحزب ولو نفوذ كبير جدا. أنتوا أسسوا حزب فلسطيني من الداخل، اطلقوا عليه فلسطين بيتنا، ذا على غرار هذا. ثم أخرج الآن إلى العراق، والعراق أنا لا زال أعتبر هو المالكي، إنسان سيء جدا، ليس ديكتاتوري فحسب وإنما هو طائفي، هو اللي جاب الطائفية. وأنا حذرت منه حتى في رسالة مطولة إلى البيت الأبيض بتاريخها في 7/1/2007، يعني قبل ما أجا أوباما، أيام بوش. طبعا لا يعني أنه أنا بأيد بوش على الإطلاق، هذا إنسان تافه، هذا إنسان مجرم، هذا يقتل العراق وإلى آخره. ولكن رسالتي إلى البيت الأبيض، وهي موجودة في موقع بالإنترنت، أنا بقوله بما معناه إنه هذا اللي هو المالكي، أنا بقوله هذا ديكتاتوري، هي السكتيريان إلى آخره، موجود حوالي 4 صفحات. وأنا كمان بعرج على قضية الجنود العراقيين اللي بروحوا بأخذ رواتبهم وما بيداوموا على الإطلاق. أنا تصور تحللت هذا الأمور، وهذا موجود في موقعي، افتحوا على رسالة من عدة صفحات بعنوان كيف يمكن الخروج من العراق بشرف وإلى آخره، هذا موجود في صفحتي في الإنترنت. وكمان أنا من الجماعة اللي أيدوا إنه العراق طبعا يكون وحدي، وإن كنت أؤيد إنه تكون كل منطقة من المناطق إلها زي من الحكم الذاتي، يعني تكون عندها نوع من السيطرة، أو السيطرة يعني سيطرة على أمورهم الداخلية. وأنا شبهت إنه العراق ممكن يعني يكون مناطق معينة فيما بينهم زي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كل ولاية إلها خصوصياتها، ولكن السياسة الخارجية، السياسة المالية، أشياء كلها هاي مشتركة. ولذلك أنا شخصيا أنا بصراحة لا أثق في الأكراد، لا أثق فيهم. أنا رحت هناك 2003 قبل الحرب بحوالي شهر، رحت على أربيل
وكنت حاجتمع مع البرزاني ولكن ما كان موجود، وحتى أخذوني هناك على بعد ما جيت من كركوك على أربيل، أخذوني هناك مع أن الحدود على البوليس الأكراد يحققوا معاي ليش أنت تيجي هنا، وبينت لهم أنه أنا معاي فيزا إلى العراق. قالوا لي طيب أنت العراق في بغداد، هاي أربيل. قلت لهم أليست أربيل هي جزء من العراق؟ وأذكر أنه هناك رحت كمان اجتمعت مع إمام المسجد، صليت يوم الجمعة هناك في أربيل، وبصراحة قال لي أنه إذا دخل الأمريكان حيكونوا اللي هم الأكراد حيؤيدوا. وأنا اللي منزعج أكثر شيء كمان من الأكراد على أساس أنه علاقتهم الحميمة اللي طبعا ما هي ظاهرة العيان مع إسرائيل، هذا شيء واضح ولازم يعني يحقق فيه. طبعا أنا لا أؤيد ما قام به الرئيس صدام حسين السابق ضد الأكراد، ولكن هو صدام حسين كان ديكتاتوري لا شك، ديكتاتوري أي إنسان بالوراثة بما معناه بيحاول يقضى عليه، سواء كان سني سواء شيعي أو كردي إلى آخر. على كل حال أنا بعرج على هاي الأمور، وأريد أن أتوقف الآن، وإن شاء الله أعيد أكمل عن البلدان الأخرى، عن دول الخليج، عن إيران، عن تركيا، عن اليمن إلى آخره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.